شاف في صوت؟ في صوت. ايه صوت مضبوط. مهدي مهدي لحظة. اشوفها زاد عن حده. يعني معلش، انتم في بداياتكم في برنامج تطلبون اصحاب الصور تلعبون وتقفلون بثوثكم تدعمون. السلام عليكم. السلام. السلام ورحمة الله. ايش اللي تغير هالوقت؟ انا كيف يخلون تسعة؟ لحظة شباب. اوكي. اللي يقول تبادل واللي يقول اصحاب صور، يا اخي هم احرار بفلوسهم، يتبادلون زي ما يبغون. ما حد طلب منكم تجون تتكلمون عليهم، ولا حد طلب منكم تدعمونهم، ولا حد قال لكم تدخلوا. يا اخي والله انك صادق يا صالح. اي والله يا اخي، انا مثلا بشحن المليون ب 40,000، هو بعد الدعم ترى يخسر فلوس. يعني ما يروح يدعم مليون نقطه ب 40,000، لا، لكن يخسر 20,000 15. يا اخي هو حر، ما حد طق على يدك قال لك والله روح ادعم خالد كي اس اي ولا اف بي اي ولا مصيبه ولا صالح، وهو ما جاء دعمك، انت اللي رحت له. فلا تقعد تبلبل على الناس، لا تقعد بس. نقي عفوا، السؤال تدري شنو؟ ايش؟ انا الحين لما اعبي ب 40,000 واخسر، انت شنو خصك يا اللي قاعد تبربر؟ اخسر اربح، انت شنو علاقتك؟ من جد تسلفت منك، اخذت منك فلوس، قلت لك اي طلب منك سلف، قلت لك تعال شوفني بالجوله وانا ادعمني، قلت لك انا طقيت على يدك قلت فلان دخل ما دعمني، ما حد قال لك شيء. انت تيجي تدعم من اعطيك اياها على بلاطه، ما تبي تدعم والله محبه عشان والله كنترول ولا مصيبه ولا صالح ولا اف بي اي ولا نقي، لا والله تيجي تدعم والله لانهم داخلين مستوى 40 ممكن يجون يدعمون عندي. نعم، خلونا نكون واقعيين، دام الناس يبوا يعرفون الواقع والله يجي يدعمك عشان الدعم اللي تنزله. صحيح. ولا اذا ما دعمت كنترول تعال بحساب ثاني، ولا شو اسمه اف بي اي، ولا اي واحد يطلع بحساب عادي ولا يطلع الليفل، والله ما حد يعطيه وجه. مجرد ما يشوف والله اوه خالد كي اس اي هذا فاتح جوله يجي يدعمه، لو فاتح بحساب عادي ما حد جاء دعم. بالضبط. الكل يبغى الكوينز اللي عندك في المحفظة. وليش الاستقصاد؟ يعني ليش استقصد؟ يعني ليش كلنا ربع وكلنا أصحاب في برنامج ونفتح ونلعب ليش والله يا خالد ناس شوف. معينين ليش؟ وش معنى؟ وش الهدف؟ شوف يا يعني خالد، اللي ما يقدر يوصل نوصيلك. أنتم في بداياتكم مشاهداتك 1,000 و1,500 و2,000 تقدروا تلعب معناها. صحيح. يعني انت تتوقع انك انت تعبي مشاهدات يجيش الجمهور على اصحاب الصور؟ يعني هذا هدفك؟ لا تقول لي انا اضحك وامزح، لا، انت تضرب من تحت الحزام. ايه انتهى وقت المجامله والضحك، لا تقعد تنافقني. هو انا والله ما ودي انفعل وانا في بث اف بي اي. انا صراحه كنت ناوي افتح بث لايفين واذكر اسماء واقول فلان وفلان وفلان. لا تنفعل ولا شيء يا خالد، اللي ما يقدر يوصل مواصيلك. مو بنفعل، لا انا مستغرب ليش؟ يعني وش اللي صار؟ اللي ما يوصل مواصيلك لازم يقعد يحفر ويطيح بحفرته بنفسه. يا جماعة تيك توك منصة، أوكي؟ لو نجري ورا كلام الناس إحنا نتعب. طنش، عيش حياتك، خل الناس تتكلم عنك زي ما تبي. بالعكس أنت اللي تصير ترند، أنت اللي تصير مشهور. أوه خالد كيس إيه قال كذا، خلنا نروح أدور عليه. لا بس بس موضوع اللي ماخذ ترند اخر فتره قدام مشاهدات عاليه قاعد يوصلون رساله مش صح للجمهور، مش صحيحه، جمهور مش حقيقيه، جمهور قاعد ياخذ سكرين وينزل. يعني كلهم يدورون ترند بس عيب. يعني اصحاب الصور يقولون هم اللي طلعوا مشاهير كلهم، هم اللي اول ناس لعبوا معاهم ودعموهم في الجولات، هم اللي صنعوكم وهم اللي بنوكم في البرنامج. أنا أقول بخصوص موضوع الصور، أنت لما فتحت يا خالد بصورة خذيت استثناء من التيك توك أنك تفتح بصورة ولا كان الأمر مسموح؟ أمر مسموح طبعا، أمر مسموح. طيب منو أنت اللي بتقيمني أفتح كاميرا ولا أفتح صورة؟ هذا أول شيء يعتبر حرية شخصية. مثل أنا ما دشيت في نيك نيم ما هو اسمي الحقيقي، كثير داشين بساميهم أو بنيك نيم، وهذه حرية شخصية. فتح الكاميرا او انك تحط صوره هذه حريه شخصيه. صحيح. النقطه الثانيه يا اخوي، انت لك مجالك،
افتح جولاتك، استمتع، اضحك مع الناس.